أنا شطبت الورشة الساعة 7:30 وكنت ناوي أمشي مع محمود، بس لقيته واقف مع بنت صاحب الورشة الأنسة سلوى. ركب معاها العربية معرفش ليه. أنا سألته سعادتك بس هو ما قاليش. الكلام ده مش صح خالص، وعندي شهود من أصحابي يقول إن فعلاً الكلام ده مش صح، وإني كنت معاهم في الوقت اللي سألتوني عنه. بس يعني قلت هيروحوا فين؟ قلت يمكن عجبها محمود، قلت يمكن يروحوا يتمشوا ولا يشربوا حاجة. لكن ما تأخذنيش يا باشا، مش هيروحوا يفجروا كنيسة. طب والله العظيم يا باشا احنا كلنا مالناش دعوة بالكلام ده. يا فندم أنا معرفش إن الحاج جابر عنده بنت أصلاً، وإذا كان عنده بنت أكيد مش هركب معاها العربية لأنه أكيد مربيها أحسن تربية. إيه اللي هيخليني يا فندم بس أخون راجل أحسن ليا وشغلني عنده؟ أنا مش عارف إيه اللي خلى إسماعيل يقول كلام زي ده. طب والله العظيم يا باشا احنا كلنا مالناش دعوة بالكلام ده. ده حتى الواد عاصم، الواد أبو دقن ده، الواد ده غلبان وبق على الفاضي، وعرف متأخر إن الكنيسة اتفجرت زيه زينا بالظبط. والله العظيم يا باشا، والله العظيم اللي أنا بقوله ده هو الصدق. ده اسمه كذب. أنا ما شفتش الشنطة ولا حتى فتحتها. حتى محمود أول ما خد الشنطة قدامنا كلنا خدها وحطها جنب سريره وما فتحهاش، ودي شهادة، ومن يكتمها آثم قلبه. أنت هتطلع زي لأ؟ مش هعرفك، مش ممكن فتحها وأنت مش موجود. أولاً أنا ما اسميش يلا، وبعدين ده مش وعظ، ده تذكير، والذكرى تنفع المؤمنين لو كنت من المؤمنين. ثانياً أنا بنزل كل يوم الصبح في معادي مع محمود للورشة، وبنرجع كلنا مع بعض. ده حتى يمكن اليوم اللي بعد ما خد فيه الشنطة رجعنا قبليه. يعني لو كان حتى فتحها أو لقي فيها حاجة مش مظبوطة كان هيبان عليه. ده احنا كل واحد بينا وبين التاني نص متر. وبعدين احنا ايش ضمننا أساساً إن الحاجة اللي جوه الشنطة دي تخص محمود أو أخوه؟ ها؟ مش يمكن يكون متلفة؟ وانتوا يعني التلفيق جديد عليكم؟ طب معكش ورق؟ قلنا ماشي، لكن مش عارف اسمك الرباعي والبلد اتولدت فيها. انت بتستعبط ياض؟ لا والله يا باشا، اصل العيشه في البلد دي نسيت الواحد اسمه، ومش سيادتك من البلد دي برضه. واذا كنت نسيت اسمي هفتكر انا اتولدت فين. يا سعاده الباشا، هو في حد بيشغل صنايعيه بورق؟ ورق ايه بيه؟ ده انت تسأل أي صاحب ورشة تقول له إيه اللي يهمك في الصنايع اللي انت عايزه؟ يقول لك إيده. إيده حلوة ولا لا؟ لو إيده حلوة يشغله على طول. هو غلط؟ غلط يا سعادة الباشا. أنت عندك بنت اسمها سلوى يا حاج جابر؟ أيوة باشا. بابا لو عارف إني بخرج مع حد أصلاً ممكن يزعل مني. ممكن الكلام ده ما يوصلش لبابا. حضراتكم سامعيني؟ ولازمتها إيه التغمية يا باشا؟ هو مش سعادتك برضه ياسر بيه اللي بيحقق معايا؟ مش كده برضه؟ انا بقول تجاوب على السؤال احسن. جوز بنتك قاعد في حته في اسكندريه بالظبط. ما انتوا يا باشا ما دام عملتوا تتبع لتليفونه يبقى تقدروا تجيبوه، هو ما قاليش. انا بس نفسي افهم بعد كل الاسئله دي ايه الموضوع بالظبط؟ جايبيني متغمي وبتعملوا معايا شغل من اللي بتعملوه مع بتوع الارهاب، مش مع المعتقلين السياسيين. اوعوا تكونوا فاكرين ان انا لما هخرج من هنا هسكت، لا، بعون الله هفضحكم وهوري للناس كلها ازاي بتزوروا للابرياء وبتلفقوا القضايا. انتوا عار على الداخليه وعار على الامن يا مغيبين. انتوا ايه؟ مش خايفين من ربنا؟ ها؟ مش خايفين لما تقابلوه يوم القيامه وانتوا في ايديكوا دم؟ ده حتى دم السيد بلال الله يرحمه ما بردش. إذا كنتوا يعني خليتوا مشايخنا يسكتوا على دمه، فأنا وغيري كتير قوي مش هنسكت، مش هنسكت على دمه وعلى اللي حصل معاه. وإذا كنتوا بتستغلونا وتعاملونا كالحيوانات، ها؟ وتستغلوا خوفنا، لا، مش أنا اللي هخاف ومش أنا اللي هسكت. والله؟ طيب، أما نشوف لما ياخدوك هتعمل إيه؟ هتخاف ولا لأ؟ شكلك كده بق على الفاضي، عوان هيبان. اخدوني على فين؟ استعجلش على رزقك، هتعرف كل حاجه دلوقتي. يا
مش قلت لكم اللي عامل فيها بورم ده هو نقطة الضعف اللي فيهم، وده اللي لازم نركز عليه من وسط العيال. اسمعوا كلامي. كل مخبرين أمن الدولة اللي شغالين وسطينا عمالين يسألوا عليك، عندهم معلومات كاملة عنك وعارفين إنك هنا في اسكندرية. الظاهر إنهم راقبين تليفونك. كويس إنك قفلته. أيوه بس أنا كده مش هعرف أطمن على الجماعة. مقصودش الجماعة يعني، أنا أقصد الحكومة. مش الحكومة، أم عبد الرحمن والعيال. طمن الإخوة في رشيد، اطمنوا عليهم من بعيد لبعيد. الحمد لله كلهم بخير. أم عبد الرحمن ما شاء الله جدعة، والعيال كمان كويسين. المهم دلوقتي إنك لازم تغير مظهرك وتدارى شوية لحد ما يبان بالظبط هم عايزين منك إيه. بإذن الله هيعدي عليك واحد من الإخوة الساعة 6 جنب جامع الفتح اللي في السيوف. أيوه عارف. هتطلعوا على إيدكم، تقعد هناك يومين ثلاثة وهنتواصل بإذن الله. بإذن الله. أيوه بس أغير مظهري إزاي يعني؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، استغفرك ربي وأتوب إليك. حاجة يا شيخنا؟ شيخنا إيه بقى؟ قول لي يا عمنا، قول لي يا كابتن، ما خلاص. ليه يا عمنا؟ مش أنت بتعملها عشان صورة الباسبور؟ أما تطلعه أسيبها لغاية ما توصل لحد ركبتك ولا تزعل نفسك. ركبتي؟ وحياتك شاهل شوية عشان أنا مستعجل. ماشي يا عم، بس ما تحسسنيش إن أنت بتركبني ذنب. خليك ريلاكس كده. قول لي بقى أنت مسافر فين على كده؟ إيه؟ مسافر فين على كده؟ مسافر في فرنسا. رايح فرنسا أنا. هشتغل في مصنع بتاع عطور. اصلا انا عقبال املتك كده عملت تركيبه عطر فكانت معاهم وعجبتهم قوي، فهروح اشتغل هناك يعني. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. وحياه والدك بلاش تحف، خففها بس كده على خفيف. ده عشره برضو. عندي معلومات مؤكده بتقول ان في تغيير وزاري شامل هيحصل، مش بس الداخليه، الحكومه كلها ممكن تتشال. محتاجين يقدموا كبش فدا. في ضغوط كتير قوي من بره مصر، مش قادرين يقبلوا فكره حادثتين كبار ورا بعض. انا مش عارف هنشتغل ازاي في الضغط الكبير ده. ما هو حضرتك يا فندم اللي ما ادتنيش فرصه عشان اشرح لك القضيه. خلاص خلاص ايه؟ ما تقوليش خلاص، بقول لك الدنيا مقلوبه. مش عايزين نقدم اي معلومات يا هيثم باشا عشان ننقذ الموقف. يا فندم لما تسمع التصور الكامل اللي عندي بعد المعلومات اللي جمعناها في الساعات اللي فاتت هتعرف فعلا ان القضيه اتحلت. مش مصدق ان محمود ممكن يشهد بالكلام ده. ليه؟ ده احنا ما فيش حد فينا اذى في حاجه. والله بقى الكلام ده تقوله له لما تواجهه في النيابه. الراجل قرر يشتري دماغه ويلبسك انت وعاصم وعبد الرحيم الصعيدي في القضيه ويطلع منها هو واخوه. ايوه بس ليه؟ لما ما فيش حد فينا عمل حاجه اصلا، ايه لازمته الكلام ده؟ يعني انت مقتنع انه يظهر كده صدفه قبل التفجير بكام يوم ويستلم الشغل وهو جاي عن طريق حد من الجماعات المتطرفه؟ اخوه قبل التفجير بليله واحده يجي ويسيب شنطه فيها طريقه صنع المتفجرات. وفي اليوم اللي بعده يحصل التفجير في الوقت اللي بيختفي فيه من البيت وبيرمي الجت على بنت الراجل اللي شغال عنده عشان تبقى حجه غياب. البنت جت فعلا واقرت ان هي شافته، لكن صدفه. هو طلب منها ان هي توصله لمكان معين، وصلته وسابته ومشت، وعندها اصحاب هيشيلوا بالكلام ده. وبعد التفجير بوقت قليل يجي اخوه عشان ياخد الشنطه اللي فيها ادله
اللي بتحطهم موضع شبهات. طب ما تأخذونيش يعني يا بهوات، لما انتوا عارفين كل الكلام ده عنه مصدقينه ليه؟ مين اللي قالك اننا مصدقين؟ امال احنا جبناك هنا ليه وخليناك تقرا الكلام ده مع انك المفروض تتواجه بيه في النيابه؟ وشيلنا الغمام عن عينيك وخليناك تشوف وشوشنا مع ان ده ما حصلش مع اي حد من زمايلك. ليه عملنا كده؟ عشان وثقنا فيك وصعبت علينا انك بتتدبس في شيل قضيه انت مالكش دعوه بيها. طب وانا ايه المطلوب مني دلوقتي يا فندم؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي يعني؟ ولا حاجه. من حقك تعرف ايه اللي بيتقال عنك وتشوف ممكن تعمل ايه. تحب تشرب ايه؟ مش هنخلص احنا بقى من ام اللجان دي؟ مش كنت حلقت دقنا كلها وريحتنا؟ يا اخي ما تقلقش، اللي عدنا من اللجان اللي فاتت قادر يعدينا من دي كمان. انت بس بقرا واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون واحنا نعدي هوا. انا اقلق ليه وانا مالي؟ لو حصل اي مشكله انا مش مسؤول عن اي حاجه خالص. انا كان دوري كله لو وصلك الاخوه في ايدكم خلاص. ده ايه البيعه اللي انت فيها دي؟ يلا شايل روح امك. يلا شايل. حاضر. كان لازم اسمع كلام الناس اللي بتفهم. يلا حرقتها كلها. حاضر. ثانيه واحده. على فكره الاخ ده مش معايا، انا جاي لوحدي. هانت عليا العيشه قوي يعني. كنيسة ايه بس يا باشا اللي هفجرها؟ ده حتى حرامه ما يرضيش ربنا. الموضوع ما فيه ان شافع جوز اخت مراتي الله يحرقه بجاز مطرح ما راح كان بيتاجر في المخدرات، وبعدين محمود اخو مراتي اكتشف الموضوع ده لما كان بيشتغل وياها في بورسعيد، واحنا ما رضيناش نبلغ البوليس علشان اخت مراتي ما تتشردش هي وعيالها لما المنيل على عينه جوزها يتنيل ويتحبس. محمود فكر في فكره كده يعني ان هو يستعين بالاخوه السلفيين بتوع بورسعيد علشان يروحوا لشافع جوز اخته ويهوشوه ويعملوا له قلق. وبعدين محمود جالي وانا رحت للحاج اسماعيل اللي وصلني بالاخوه بورسعيد، وفعلا لجأت لهم وراحوا لشافع وعملوا له قلق وخلوه يرمي البضاعه اللي معاه في الميه. وحضرتك لو مش مصدقني في فيديو كليب متصور معايا على الموبايل مصور الحكايه دي كلها، بس حضرتك ممكن الصوره تبقى وحشه. حضرتك لو دققت في الصوت هتسمع صوت تش تش كل شويه، ده صوت البضاعه وهي بتترمي في الميه على فكره. لكن كنيستي بس يا باشا اللي هفجرها، ده انا كل النصارى اللي في رشيد بيحبوني وكلهم اصحابي، حتى حضرتك ممكن تروح تسالهم عشان هنا مع الصليب يا باشا تقريبا باذن الله. كده موضوع الرساله بشوات مش هنعرف نعتمد عليه في الاوراق القضيه. ليه يا فندم؟ ده ممكن يقوي موقف القضيه لو اتخذ قرين على ان محمود لجأ لجماعه سلفيه في استخدام العنف. ده لو محمود هو هدفنا او اخوه او ابوه او اي حد من قرايبه. احنا يا جماعه هدفنا محدد، الخليه اللي ورا تفجير الكنيسه. وبعدين موضوع الرساله ده هيشتت القضيه قوي، هيعمل فيها ثغره كبيره، يعني اي محامي يقدر يبوظها لنا. شويه كلام من نوعيه يا سياده القاضي هل من يتحايل على تاجر مخدرات ان يتخلص منه سيقوم بتفجير كنيسه؟ يا شباب انتوا نسيتوا اللي درستوه ولا ايه؟ لا يا ريس، بس هو الواحد سرح بس شويه في القرف اللي بيشوفه من المحامين اليومين دول اللي ما بيخلصش. اتاري البشوات اللي اشتغلوا ايام الثمانينات شافوا هنا عمرنا ما هنشوفه. صفي وبعدين فكر. ما تقلبش علينا المواجع بقى. ما تفكرناش زمن الامن الجميل. المهم انا عايز موضوع الرساله ده ولا كانه موجود اساسا. وكمان في الملف اللي هتقدم فيه اقوال الواد محمود ما تجيبوش سيره ليها. الواد جوز اخته يخرج من هنا فورا ولا كانه كان موجود. وابوه يطلع من فرع رشيد على بيته فورا. لو سال على موقف ولاده نفضوا له، محدش يجيب له سيره. ايوه يا ريس، بس لما اعلان القضيه يوصل اكيد الناس هتتحرك ويبلغوا الاعلام. هيروح يقول ايه يعني؟ هيقول لك قبضوا عليا وحقهم في قضيه كان ولادي متهمين فيها وهخرجوا عني فورا. على العكس دي مصلحه. ده هيثبت حسن النيه وان مفيش تعنت ولا حاجه. وبعدين ابوه ده هيروح يعمل ايه يعني؟ هيطلع يتكلم على الرسالة ولا على جوز بنته اللي بتاجر في المخدرات؟ سيبكم من ده كله،
انا اهم حاجه عندي القضيه دي تطلع متظبطه ومقنعه قدام الاعلام. ساعتها بقى الاعلام لا هيسال فيهم ولا يعبرهم. ما هم قتله. والقتله ما لهمش حقوق. الحمد لله ان شعبنا لسه ثقافته كده. ما يعرفش ان المجرم له حقوق. والا ما كناش هنعرف نشتغل على الشعب ده خالص. كده يبقى احنا مفيش قدامنا غير اننا نركز على ضرب عاصم باسماعيل. الاضعف فيهم هو اللي هيسلم الباقيين ويخلص القضيه. تمام كده. زمان عاصم دلوقتي استوى وطلب الاكاله. كلموا لي الدكتور خليه يخلص بسرعه. ما عندناش وقت للحسواكه بتاعت الدكاتره دي.